الحكومة تنفي تأجيل بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد. الإسكان جاري تشغيل وتنفيذ 81 مشروعاً خدمياً بمناطق وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة. التعليم العالي استعداد الجامعات للمشاركة في مبادرة 100 يوم رياضة مع بداية العام الدراسي الجديد. التموين طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية. وزارة الشباب والرياضة تعلن انطلاق فعاليات مبادرة أحسن صاحب رياضي لذوي القدرات والهمم في 4 محافظات. الري تيسير طلبات المؤسسات الصناعية والإسراع بإجراء استصدار التراخيص اللازمة لها. الهجرة مصر تبذل جهودا كبيرة لإحلال السلام في القارة الإفريقية من واقع عضوياتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي. الأرصاد تؤكد ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة والعظمى في القاهرة 37 درجة مئوية.